ورد في الروايات مكتوب على الشمس من وجه الأرض علي بن أبي طالب، ومن وجه السماء الله رب السماوات والأرض. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حتى قاب قوسين أو أدنى، فخاطبه الله الواحد الأحد هناك بصوت علي بن أبي طالب، فقال: أعلي هذا؟ قال: لا، فتشت في قلبك فلم أجد في قلبك أحب من علي، فأحببت أن أخاطبك بصوته.